قرار الحكومة بإنهاء العمل بإجراء الحماية على سلعة البلاط السيراميك لصالح الصناعات الوطنية، والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من شهر أيلول عام 2010، ساهم برأي التجار في تخفيض أسعار مادة السيراميك المستورد بمقدار رسم الحماية الذي فرض على المتر الواحد المستورد والبالغ نصف دينار، علاوة على زيادة المنافسة بين التجار. بالنسبة لإلغاء القرار لقرار حماية البلاط، كان العائد كبير للمواطن الأردني كونه كان يدفع يعني تقريبا 87 قرش، بعد فترة من 3-4 شهور صار يدفع 58 قرش. هذا طبعا إشي طبيعي، بده يكون كويس للمواطن الأردني لما يجي يأثث بيته ويشتري بلاط، بفرق معه كثير بالأسعار. وكان إلغاء القرار يعني جيد جدا للمستورد الأردني وللمواطن الأردني. وساهم القرار أيضا في توفير بدائل عديدة أمام المواطنين من مادة السيراميك بعد تركز غالبية المستوردات من دول عربية مجاورة، كونها معفاة من الرسوم الجمركية باعتبارها من الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. الأدوات الصحية المصنوعة من سيراميك برضو تخضع لنسبة رسم 25%. الاتفاقية الأردنية التركية أعفت فقط الأدوات الصحية المصنوعة من سيراميك، مصنوعة من سيراميك دعما للصناعات الوطنية وحفاظا على رسوم الخزينة. بعض التجار قالوا إن السوق الأردني يشهد حالة من الإرباك نتيجة المخاوف من عودة الحماية أو إلغائها. عند إزالة الحماية أثرت على السوق المحلي وعلى المصانع وعلى المنتج المحلي، وإحنا حاليا حتى في عنا إرباك في السوق بأنه هل ممكن ترجع أو تعود أو ما تعود أو إشي هيك، فوجدت عدم استقرار بالسوق المحلي. وإحنا بالحقيقة مش مع أو ضد، إحنا بس أنه تثبيت القرار وأنه يكون على الكل، يعني وجود الحماية على بعض المنتجات العربية وإزالتها لبعض المنتجات بتأثر، يعني تنقل السوق من خلينا نحكي السوري والسعودي والمصري اتجهت للخليجي والسعودي والأمور والمناطق هاي. قرار الحكومة بإلغاء الحماية على مادة السيراميك أضر بالمصنعين الأردنيين، مما أدى إلى توقف بعض المصانع الأردنية عن العمل. ويذكر أن احتياجات المملكة من مادة السيراميك تبلغ 20 مليون متر مربع سنوياً.